يا عم الغاب اوف يا خرابي. لا يكسب في عين النيه ولا يكسب. يلا بسم الله ربنا يستر وما تشبكش في السالك. ازيكم نجوم العالم؟ عاملين ان شاء الله؟ هنطير الطياره دي، وقلنا ده عالميه ودي عالميه. هنعمل مصيده النهارده، تحديات كتير بين ياسين ويوسف، واكتر واحد هيكسب التحديات دي هو اللي هيكسب الطيارتين. اتفقنا يا رجاله؟ ولو عايزين اي علم او اي شكل من الاشكال قولوا لنا تحت في الكومنتات واحنا نعمله ان شاء الله. اول طياره هنطيرها معانا هي تركيا ان شاء الله. قلت الطياره اخر. تعالى يلا اول طياره. بسم الله هتروح اوب كده اوعى كده شوف اوب 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 يا حفا شكلها خربانة. واول طياره تروح معانا اهي تركيا، وراحت ابي الصلاه على النبي شكلها حلو. يلا استنى يلا ارمي يلا ارمي مع طياره اختها ليبي. يلا ارمي يا يوسف. يلا يا سين قوم يلا يا سين ايه يلا بسرعه ماشي اهو كده عدين. يلا بص اول سباق مين هيعمل عين النية حلو، اللي هيكسب في عين النية هو اللي هيكسب. ماشي وادي ياسين طلع بليبيا اهي، طلعت معاك. حاسب 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 هتشبكها هتشبكها. يوسف امل عين النية خطيرة جدا جدا، وياسين لسه هيعمل عين النية. يلا ياسين وغينا عين النية بتاع عين النية 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 النية. سمع لنا سمع لنا سمع لنا سمع لنا لا 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 حاسب 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 حاسب. لا تسيء انا هقف قدامي عشان لو سابت احسن. يا خرابي يا خرابي يا خرابي، قلبت ونازله في الارسال قلبت ونازله في الارسال. ربنا يستر واعرف اجيبها. مش عارف الميزانه مالها الميزانه مالها. ربنا يستر يا عملت كده ليه؟ شفتها قلبت ازاي؟ انا مش عارف الطاقه دي عملت ايه. يا معاه ده انا اسرع منك في اللم يا راجل، من غير حلفان ما باين على وشك. اسرع مني في اللم؟ انت اللي هتضيعها. ادي اول تحدي اللي كسب معانا فيه هندي الميه. يا ابا كنتش عارف اعمل ايه. ماشي ماشي تاني تحدي نسله نسله واحده بس. هنا النسله صعبه، ننزل تحت طيب ولا نعمل ايه؟ هنا النسله صعبه. مين هيدي نسله لمين؟ احنا بقى مطيرين كده وحد ينزل الخطه. حد ينزل الخطه احذفها لكم من هنا عشان تصيدوا بعض. ماشي يلا انا هنزل تحت عشان ما يشبكوش في البيت. استنى خد احذفها لك. ماشي يلا انزل انزل. يلا يوسف هينزل تحت وبعدين ايه تلعبني نسله مكان يوسف. لو كلتني نسله يبقى كده تعادل بينك وبين يوسف، لو انا اكلتك نسله يبقى كده 2-1 ليوسف. اتفقنا؟ لا 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 يا دي النيل. لا خدتني نسله خفيفه على فكره. استنى يابا انت لميت بتاعك ليه؟ لميت بتاعك ليه؟ يا عم الغاب اوب يا خرابي، ده غشقه جامده قوي. حد لماني. استنى يا عم ده اتعوج. بص بقى لما الطاقه تتعوج منك وتغشق نفس الغشقه دي فانت محتاج كده تقوم ايه مديها خبطه من هنا، خبطه من نفس الغابه من الناحيه التانيه تطلع ايه بالغابه لفوق تاني عشان ايه ترجع الغابه نفس المكان. ادي حته بس تعليمه بسيطه. هطيرها ليوسف واحذفها له. ايه هتحذف له ليبيا؟ احذف له والله بتاع. استنى جاي لك لبنان لبنان يا عم لبنان ليبيا لبنان يا جدعان اسفين على الخط. استنى سيب الخط متلخبط. احذفها لك اهو. هات يا عم اما نحذفها له ده عيل اهو. يلا يوسف احذف يا عم. لا اهي احذف لك دي الاول عشان الثانيه تعوج في الميزان المعوجه بتاع الثانيه. احذفها لك اهو. يوسف قاعد يصيح علينا. يلا بسم الله ربنا يستر وما تشبكش في السن اهي. ودي اول طياره الخيط بتاعها نزل اهو. مش عايزه تنزل اهو عشان الباقه يستريح. يلا روح بقى هنا اصبر لم. يلا استنى يلا استنى يلا لم لم على طول. بس ودي اول طاقه نزلنا لهم اهي. خلي بالك لا تشبكها في البيت. يلا ويا سيف خدها اهو لبنان. اسفين يا جدعان على الغلطه المطبعيه دي. هننزل نطاق الثانيه على طول تحت ولا مش هنعرف نطاق تحت؟ اهو سب اهو سب سب وقعت في التبعه وبوظ الخطوه الدنيا. لمها طياره طياره يا يوسف. يلا انا انزل لهم تحت. بقول لك ايه هات واطلع. مين عملك كده؟ مين اللي عبطها؟ هشبكها في السلك. هشبكها في السلك ولا في الخط؟ اصبر ارمي. طيب ارمي ارمي شبكها
بس خلاص نزل لك. هنحل بقى البزاميط دي ونطلع تاني من فوق. كانت غلطه كبيره اللي انا هنزلهم هنا لوحدي. جبنا الطاقه وبنحاول نطيرها، الهواء راح طبعا. ويوسف صاحب مشكله السلك، يوسف ناوي يقطع السلك حاسس كده. وعمر بيقول لنا نحضر سيناريو عشان لو السلك اتقطع نعمل ايه. سيناريو مفيش هواء فمش عايزه تعمل عنني. يلا بقى نحاول نطيرها في الوقت الحرج دوت. الهواء اصلا ضعيف جدا وبيجي ويروح. هو ده هواء الشتاء. انا بحب الهواء. ربنا يرزقنا بقى بشويه هواء. بحب الهواء الضعيف. بتحب الهواء الضعيف تشبك فيه الطيارات صح؟ اه عشان اقطع السلك. عايز تقطع السلك؟ اه بص 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 على الطيارات ما تجيبها البر. تعالى بس بعيد عن الخيط اللي مغمى. شبك شبك شبكت. شبك امسك كده امسك. روح انت بس. خلاص شبك انت شبك. طيرنا لبنان وجينا نطير تركيا. كانت طايره فشبكت قامت علقه هي عند البيت. طبعا الراجل مش هيقدر يسلكها لنا فللاسف هنسيبها هي متعلقه اهي. ممكن نسيبها ونمشي. للاسف الفيديو ده مش عايز يتصور فهو بناء على طلباتكم بقى واختياراتكم انتوا هيتصور بقى الثلاثه. بس تركيا خلاص دلوقتي طلعت من الحسبان لانها شبكت والراجل 90% مش هيقدر يسلكها لنا. طبعا لو بتتساءل احنا ليه ما بنصورش مصيدات وهي كده، فعشان البيت دوت هو اكبر عقبه هو والسلك دوت. هو هيجي النهايه من حاجتين، لا السلك يتقطع لا البيت يتقطع، حاجه من الاثنين. لا احنا نطلع الدور السابع كده من البيت دوت. فاشترك في القناه عشان نوصل للمليون، كل الدول العربيه تشترك في القناه عشان نبني اربع ادوار. عايزين نبني اربع ادوار عشان نعرف نطير. فانت لو اشتركت هنعرف نطير من اربع ادوار. او ننقل بقى نروح بيت تاني بقى، نروح تركيا نطير من تركيا، او نروح لبنان نطير من لبنان. عايزين بس قفه من الجيش واربع خمس تساك، ياسين ويوسف وناخد عمر معانا تمام. ومين تاني؟ الخمسه يبقى ستبني وخلاص. لو حد عايز يجي وخلاص ممكن ناخد هاجر معانا. للاسف الفيديو بتاع لبنان وتركيا الهواء راح ومفيش هواء خالص اللي احنا نطير. وحاولنا نطير اكتر من مره لكن للاسف الهواء ما راح واحنا اصلا في الشتاء بس مفيش هواء. سبحان الله جو ساقع بس. هنبقى في فيديو تاني ان شاء الله باعلام مختلفه. انتوا اللي هتختاروا الفيديو دوت، اختاروا اعلام الدول دي كلها. معانا عمان والامارات وسوريا ومعانا تحت العراق ومعانا اخواتنا. ولو عايزين نعمل طيارات اعلام تانيه او اعلام مختلفه قولوا لنا تحت في الكومنتات ان شاء الله ونعمل دوت. والفيديو اللي هتختاروا التجميعه بتاعه هنظهره ومثلث دي اه ومثلث الرعب معانا تحت. الفيديو اللي انتوا هتختاروا تشكيله الطيارات اللي احنا نطيرها مع بعض هو دوت اللي هنعمله. هنظهر ايه ثلاث طيارات اختاروهم نطيرهم مع بعض ان شاء الله يبقى الفيديو دوت بناء على اختياراتكم تحت في الكومنتات. بالنسبه يمان المرسيدس، المرسيدس اديناها هديه خلاص. في رف السلع تحت ممكن تشتري التيشيرتات بتاعنا والمنتجات بتاعنا ان شاء الله. وممكن كمان من خلال الانتصاب في القناه تشوف الفيديوهات قبل نزولها. وكمان تشوف بس مباشر حصري وبيتبعت لك طاقه هديه وبنبص على السوشيال ميديا. بس اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. يا نعم الله بقى. عم مجدة لقيت شبكة ازاي في البيت؟ هديك رجلاوتي. بس اسكت خالص، انت اللي جايب لنا النصايب شبكتها. رجلاوتي طاحش قطع. ولا كأنك سامع حاجة. قطع. تقطع ايه؟ اسمه بقى ما نشوف عمك مجدي هيقدر يسلكها لنا ولا لأ.